في الأسوار وقال هي الخسائر التي لا تعوض. مهندس حسين، الأثيوبيين مصرين على أن لا تفاوض على موضوع السد، الموضوع بالنسبة لهم زي ما قالوا هو مشروع قومي وخط أحمر. في الوقت اللي فيه عبد الفتاح السيسي تفاوض على مش بس خط أحمر، على حياة المصريين على مياه النيل. ماذا تعني أو ماذا يعني هذا الموقف من الأثيوبيين بتمسكهم هم أرض المنبع، يعني بلد المنبع عندهم المياه دائمة، وتخلي عبد الفتاح السيسي بهذا الشكل وهذه الرعونة عن حقوق المصريين في المياه بل في الحياة؟ هو أعتقد أنه سيناريو مرتب يمشي بمرحلية ومنهجية محددة. الطرف الأول فيها كما قلنا القيان الصهيوني يقوم بدعم أثيوبيا وبناء السد مع آخرين من دول أفريقية وعربية. أمريكا هي الراعي الرسمي لهذا الموضوع. فوائد عدة وكثيرة تعود على الشعب الأثيوبي وعلى الدولة الأثيوبية لا نقبل التفريط فيه. ثم هذا العميل الخائن يقوم بالتفريط في حصة مصر والتنازل ليكتسب شرعية. ففي بداية حكمه الانقلابي كان يوزع كل الأموال والموارد المصرية، تنازل عن هذا ويفرط في هذا. فأعتقد أن التراجع صعب، ولكن إخراج هذا الموضوع هو ما يتم الآن. كيف سيتم إخراج هذا الموضوع؟ أن ينتقل الماء من عبر السد إلى مصر ومن مصر إلى الكيان الصهيوني. المرحلة الأولى اللي هي تمت بالفعل أنه بناء السد ويستكمل، سوف يتفاوض المصريون على ذلك. لكن كلماتي الأساسية فلا يعني كثرة التحليلات جميلة، لكن ما يعنينا الآن نحن كمصر وشعب مصر لا شيء بعد الماء، لا يوجد شيء بعد الماء ولا قبله. وبالتالي ناس كثيرين اعتقدوا أن هذا السفاح سوف ينتهي الموضوع عنده في موضوع الحريات والحقوق والديمقراطية والمكتسبات وإرادة الشعب، كلها مسميات جميلة، لكن هذا الخط الأول قد تجاوزه إلى موارد الدولة، تجاوزه إلى حقوق أخرى المصريين سواء الحقوق الاقتصادية أو حقوق العيش. وسوف ينتهي الأمر إلى أنه لا ماء لا طعام، وسوف يقتتل الجميع، ويبقى هو كما حدث في العراق في المنطقة الخضراء التي تبنى الآن، يعيش هو والطغمة الحاكمة التي تدعمه وتساعده مؤقتا إلى أن يجعل أن يقضي الله أمرا كان مفعول. فهذا نداء موجه إلى أهلنا في مصر، من يستطيع أن ينتهي من هذا السفاح؟ لا بد أن ينتهي عهده، لا بد أن ينتهي، لأن في استمراره نهاية الدولة المصرية وتفككها. وأنا أعتقد أن مصر دولة محورية قادرة قوية قاهرة على تجاوز هذه المرحلة، بشرط أن يتعاون جميع المخلصين المصريين في الفترة القادمة لإنهاء هذا الحكم الانقلابي الدموي الظالم. بغير ذلك سوف نذهب إلى هذا المصير المحتوم التي نهايته لن تكون التخلي عن الحرية أو السجن أو غيره، بل هي نهاية الحياة. انتقل للدكتور عبد التواب أستاذ البحوث